رغم الأحوال الجوية الصعبة جراء الأمطار والعواصف التي تضرب المنطقة، يستعد نشطاء الثورة للتظاهر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر للأسبوع 9 على التوالي لتذكير العالم بسلمية الثورة وأهدافها الأولى. هيئة حكم انتقالي ومحاكمة العصابة الأسدية اختارته صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد اسما لمظاهرات هذه الجمعة. وخرجت يوم الجمعة الماضية مظاهرات تحت اسم روسيا تقتلنا والدفاع المدني ينقذنا في مدن وبلدات إدلب وحلب وحما واللاذقية لإحياء روح الثورة السورية والتأكيد على الوقوف إلى جانب الدفاع المدني الذي يتعرض لحملة تشويه ممنهج من قبل روسيا والنظام. وتشهد المناطق المحررة مظاهرات منذ أسابيع للتنديد بانتهاكات نظام الأسد وحلفائه بحق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، وللتذكير بقضية المعتقلين ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على النظام لإطلاق سراحهم. شهد الشمال السوري عودة للمظاهرات والحراك السلمي نتيجة لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، وذلك بعد أن تراجعت حدة المظاهرات في الفترة الماضية تخوفا من استهداف الطيران لها كما حصل سابقا.